كنا عم نحكي عن الكروز اللي اخذتيه انسى هيك الجمعه شفت الاضرار بعدها لهلا مبينه على الطرقات يعني كانت نكته اكيد الكروزير كنا عملناها على طرقات لبنان شفت كثير شفت كثير نكت انت ما كنت هون ما كنت هون كنت من بعيد عم شوفه هلا المنطقه اللي رايحين عليها اليوم فيها مي فيها مي فيها سقعه كثير كثير يعني اكثر من عنا ومنطقه هو مدينه كثير حلوه بلد كثير مسيح بس كثير استقطب اللبنانيه يعني خصوصا ايامات الحرب وقتها هاجروا كندا برافو في كثير لبنانيه هونيك ولاسيما هي المدينه رايحين عليها بالتحديد منا موريال هالمره رح اخصص لها حلقه خاصه لموريال لانه مدينه كثير بحبها مدينه ثانيه كمان كثير حلوه هي عاصمه كندا الاقتصاديه بشبهها لنيويورك عرفت اياها تورونتو اي برافو عليك تورونتو لكنها تورونتو هي مدينه منوصلها من بيروت اكيد عبر يوروب رح يبين علينا هلا هيدا الشيء على الخريطه ومشوار منه قريب بس يعني اكيد كلنا عنا او اقارب او اصحاب هون يكون نعرف انه مشوار حلو واحد يعمله من لبنان على على تورونتو باريس بعدين او اوروبا ومن باريس على تورونتو مشوار كله على بعضه صوب ال 11 12 ساعه كله يعني صح. بين البلدين اكيد في اسكان مشوار طويل وفرق الوقت كتير 7 ساعات لورا يعني هلا عندهم الساعه 4 بكره اذا هلا نحن 11 عنا تقريبا مزبوط. بس مشوار حلو مشوار مسقع هلا اي متى واحد بيروح حسب شو بده يعمل بتورونتو اذا واحد بده يروح يشوف الثلج والسقعه في روح هلا حراره قريبه على الصفر تورونتو مدينه منك بالشمال هي بتقع بجنوب رح تبان علينا هلا على الخارطه كمان بجنوب شرق كندا منا كتير مسعى قد الجرانار يلي بيوصل فوق على الكتب الشمالي بأونتاريو إذا بتشوفي أونتاريو تحت الأصفر هونيك مدينة تورونتو قريبة على كيبيك ويعني طقسة أكيد معتدل بالنسبة لغير مدن بكندا بس للبنان كتير سقعة نعم بشو معروف يعني يعني الواحد اللي بده يتحمس ويروح على تورونتو يقضي فرصة هونيك هلا يقضي فرصة هونيك في عدة أشياء تعمليها لأنه مدينة كتير 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 فيها ثقافة اليونسكو بتعتبرها أكثر منطقة فيها تنوع ثقافة وجنسيات لأنه في أكثر من 100 جنسية هاجروا وقعدوا بتورونتو صح. صار فيها ميلتينج بوت غريب عجيب مش هيك كتير بيشبهوها لنيويورك بس هي كمان أهم من نيويورك بهالتعدد والتنوع الثقافة المهم جدا لكن هيدا الشغلة شغلة تانية في عندها حياة ثقافية كتير كتير راقية وغنية بدنا نشوفها بعد شوي بنبلش أول شيء بالجنرال فيوز عن تورونتو وقت نفوت على المدينة رح يبين علينا بالصور بتشوف انه هيدي مدينه كتير كتير حديثه مش لماشي انه بنقوى مدينه اقتصاديه العاصمه الاقتصاديه لكندا لانه فيها كتير اعمال وفيها سكاي سكريبرز يعني جراتسيل كتير مهمين لسيما سي ان تاور يلي رح نشوفها بعد شوي مبينه على اليمين وفيها كمان كتير حركه ونشاط دايم مبين علينا الفيدرابل على اليمين هو سامبول هو رمز كندا مزبوط. وأكيد على العلم ميبل ليف تبعتهم نعم ميبل ليف تبعهم وكلها بنايات عالية وكلها بنايات ضخمة وكتير مهم وقبل ما نروح لهونيك نعرف حالنا شو بدنا ناخذ معنا لأنه إذا رحنا حتى بالربيع وبالخريف في سقعة يعني أنا رحت شفت هون بهالصورة لبس الشمسية والبوت وكل شيء هيدا رحت بآخر أبريل تلجت هونيك كلهم لابسين نسكم وشارت وانا لابسه كل العاده بالنسبه لهم هيدا اكيد يعني لانه كلبنانيه دائما بنعرف حالنا انه يلي بيروح على كندا مش بالصيف بس الصيف في شوب بس بقيه السنه فيها سقعه بس صيفيتهم يعني قصيره كمان صيفيتهم قصيره ويلي عندهم حلو هونيك الايتي انجان يلي بيصير اخر الخريف اول الشتاء بتقطع اوقات فتره مش متوقعه وحسب السنين بيكون الطقس كثير حلو فيها هون ايجلو عاملينه هلا مش من زمان بتورونتو ملون اخذ معهم مدري كم يوم تا يركبوه كيف لون حلو شفته ما بعرف يعني ملونين دخين المي يمكن كثير كثير حلو يعني في كثير قصص واحد في يشوفها وفي بالصيفيه اكيد يروح يطلع على مناظر الليك لانه هو تورونتو مدينه بتوقع على ليك اونتاريو بحيره اونتاريو المعروفه كثير وفيها عده ايلاند بنحكي عنها بعد شوي لكن في كتير قصص واحد فيه يعملها بس كنت عم بقول المهم كتير واحد ياخد معه قشة بتدفي وعدة لايرز دايما يعني 3 لايرز هي كتير مهمة بوقت يكون واحد عم بيروح على بلد فيه سقعة لاير دايما جوا يكون واحد لابس شيء منه قطن شيء بوليستر تا يحفظ الحرارة لاير جاكيت سميكة صوف ولاير أكيد باردوسيو أو أنوراك ضد السقعة ضد الشتاء هلا يعني كتير في نشاطات نعملها واحد بيقول انطرونتو اوكي شو بدي اروح اعمل في كتير قصص حلوه تنعمل بنشوفها لاول شيء بالصور يلي رح يبينوا
علينا انه من اهم النشاطات واحد يروح يزور السي ان تاور. سي ان يعني اتس كانديان ناشونال تاور، هي فخر لتورونتو. كانت قبل ما يعمروا برج خليفه بدبي كانت اعلى مبنى بالعالم. بعدين يعني طولها 500 وما بدي اقول شيء غلط، طولها 553.3 متر، هلا برج خليفه صار 829. يعني في فرق. بس كمان منظر رائع، وبامريكا يعني من اعلى، هي اعلى مبنى بكل امريكا. وواحد حلو يطلع لفوق يتطلع على 360 درجه بتشوف كل شيء حواليك. هون من بالكون بيني بيني وراي السي ان تاور. والحلو كمان انه واحد في يعمل كثير نشاطات جوا، فيكي او تطلع بالروكت اليفيتر يعني مثل صاروخ قد ما بيطلع بسرعه ب 50 ثانيه بتصيري على راس التاور. هذا بيهبط القلب انت ونازله. ايه واحد ما بده يكون يخاف من العلو. وفي شيء كثير حلو بتوصل لفوق بتطلعي في ايتاج اسمه جلاس فيو، جلاس فلور، هيدا مبين وراي. الارض كلها ازاز وانت بتكوني على ما بعرف قديمت يعني عاليه لدرجه 447 متر عن الارض، وبتطلع على هيك منظر. وبيعملوا اكتيفيتي للي بحبوا مثلك الاشياء الغريبه. هيدي ووكينج اون ايدج عملوها جديد هذيك السنه، اكيد واحد بيكون مربطين ومنيح تما يوقع. وبيمشي برا على طرف التاور على علو اكثر من 440 متر. يعني واحد ما بده يخاف من العلو. هيدي ديجا اول سهله. هيدي للسي ان تاور اكيد مشوار حرزان كثير لانه هو رمز مدينه تورونتو. في كمان اشياء ثانيه في واحد يشوفها مثل روجرز سنتر، رح يبين علينا هلا كمان. هو ملعب كبير كبير كبير، اهم ملعب بالعالم لانه سقفه الوحيد كان بحديث هلا بيفتح للاخر، وبيخول الكنديه يعملوا مباراه رياضيه كثير مختلفه فيه، لا سيما بيسبول وفوتبول. وبسنه 2015 تينا اذا على بالك تروحي لهونيك على بهذه الفتره في البان امريكان جيمز. البان امريكان جيمز هن العاب مثل الاولمبيك جيمز قد ما مهمه، بس داخل امريكا يعني القارة الأمريكية. بيكون في أكثر من 8000 رياضة، 41 بلد، بيتباروا ب 36 رياضة. منظر كثير حلو، شفت قد كبير الاستاديوم. شو حلو يعني معروف كثير كمان. اتس نايس الواحد يروح يحضر جيم. حلو اتس فان يعني حتى إذا ما بتفهمش أكيد ما بس أكيد كثير حلو. هون في تورز يعني في جايد بدلك على كل شيء، بفسر لك شو انعمل وقد إيه بساع هذا الاستاد يعني ملايين الأشخاص. دونك هيدي كمان مشوار حرزين واحد يروح عليه، روجر سنتر اسمه. والحلو فيه انه ملزق فيه، شفتي هون ورانا مبين فندق بساع اكثر من 300 غرفه، 70 غرفه منها اكيد اغلى من غيرها بتعطي على الاستاد. يعني فيك تكوني قاعده باوضتك وعم تطلعي على المباريات اللي عم بتصير، عم تحضري جيم. شو حلو لمحبي الرياضه ل 2015 بتعرفوا وين بدكم تحجزوا باي اوتيل لكينا. دونك هيدي جوله صغيره لحديت هلا. بس بتورونتو تينا في كمان اشياء ثقافيه كنت عم بقول عنها كثير حلوه تنعمل. في كثير متاحف ولا سيما ار او ام يعني رويال اونتاريو ميوزيوم. رح نشوفوا هلا متحف رائع، بدك تشوفي الهندسه المعماريه تبعه شو حلوه. يعني بتقولي بتروحي تشوفي من جوا وكمان من برا. شو حلو، شفتي شو حلو؟ واو. معمول من كيوبس كانه هيك بطريقه شو مودرن، ريجولر فيري فيري مودرن، مع انه معمول من 10 سنين يعني. والله كثير حلو، واحد بيزوره شفتي. ومعمول كانه مدموج بمبنى قديم. مبين في شيء على الشمال، شفتي كيف؟ مبنى قديم مدموج في مبنى جديد. يعني الكندية صراحة كثير معروفين وخصوصا بتورونتو بالهندسة المعمارية الرائعة يلي شو افانغارديست من برا، لكن ومن جوا في كثير اشياء خاصة بالعلوم والتطور الانساني، واحد في يتعلمه بهذا المتحف. في كمان محل ثاني هو مركز كثير حلو، اونتاريو ساينس سنتر، مركز العلوم بأونتاريو وهو كمان بتورونتو. واحد بيتعلم كثير قصص، لا سيما شفت الفينومين سيونتيفيك واحد كيف بكهرب انتراكتيف. كثير حلو، واحد اذا بده يروح مع اولاد مش هيك حطيت هودي الصور يستفيد منها. نعم. رح نكفي حديثنا بعد شوي بعد أوكي. هالوقت.
لكن تورونتو مدينه حلوه كثير، في كثير اشياء نشوفها كتير. ديجا ذكرنا كذا شغله. بعد اخر شيء وصلنا على الميوزيوم. ميوزيوم غير الميوزيوم والمتاحف، في كمان اشياء كثير حلوه حد يشوفها، لا سيما اشياء تراثيه وتاريخيه بتبين علينا هلا بالصور، وببين انه تورونتو عندها تاريخ. بيقولوا بنحس انه كندا بلد جديد. بلد جديد نسبيا، بس لها تاريخ. يعني مثلا الفرنسيه عمروا هيدا الفورت بمنطقه، يعني مثل الحصن عمروا القرن 18، وهيدا مثلا مبنى قصر هو كاسا لوما، قصر ستيل جوتيك، وكان منزل لرجل غني عمره عاش في بالسنوات 1911-1914 ولفتره كمان، وبعدين صار متحف واحد فيه زوره. شفتي يعني الستيل حلو. ما بيكون واحد من الخاطر انه ما بتفكري انه بكندا فيك تشوف هيك قصص، دونك حلو كمان واحد ينوع بمشاويره باكتشافاته. هلا بعد شوي ببين علينا تينا شغله مهضومه، انه كنا عم نحكي لها من شوي عن هوليوود، كانت مستضيفه ناديا شخص لبناني قال بيمثل بهوليوود، في بكندا وقف فين كمان مثل بهوليوود بيحطوا الستارز تبع الممثلين الكنديه والمغنيين والمشاهير المعروفه مثل الممثلين الكبار، عندهم تالنتس كثير الكنديه مثل سيلين ديون مثلا، هيدا النجمه تبعها يعني عندهم كمان الستيل تبعهم كثير. جاستن بيبر. جاستن بيبر كمان. والله ناديا فان اوف جاستن بيبر. اكيد عندها شباب بحبوه وصبايا. واهم شيء واحد في يعمله بتورونتو ويستفيد من مشواره هنيك تا يروح يزور نياجارا فولز، شلالات نياجارا. بدنا نفوت دغري على الصور لانه منظر رائع، يعني بتفوتي لهونيك كثير ما بعرف شو بتحسي، بتحسي انه عن جد شو كبيره الطبيعه وشو بتخوف شوي. عظمه الله، عظمه الطبيعه، شيء بخوف. يعني بضلوا صوت المي بيدينيك، شفتي قدام هن هودي صور انا اخذتها، بتحسي انه لا ما معقول شو عم بتشوفي، صوت المي، المنظر في هيك رائع. ضخامه. ولازم نعرف انه هون بتصير على حدود امريكا، قريب كثير على نيويورك، لانه في نياجارا فولز من ميلة الامريكيه، بس كثير رطوبه كثير سقعه مشان هيك في الميلة الثانيه بسموها هورسو فول، لان شكلها مثل الهورسو. حلو. بس منظر احلى بكثير من الميلة الكنديه، لكن منظر رائع. وفي كمان بوت اذا بتحبي تكزري تحت المي. هيدي بدها جراءه شوي. بدها جراءه. بس المهم واحد وقت يروح لهونيك يلبس اشياء ضد الرطوبه، حتى جرأه كثير كبيره، وبده يكون دائما منتبه من الرطوبه ويلبس اشياء ما تزحته، لانه كل الارض بتكون حدا مي، يعني حتى اذا بتكوني من فوق عم تطلعي. بتعرفي نياجارا فولز هي كانت جلاسيه بقرن الايس ايج، وداب وصار هيك، شفتي هون الرينبو شو حلو، يعني مناظر عن جد خلابه. وفي قصص حدا هود بنياجارا فولز، قصص جينيس بوك اوف ريكوردز، بتفوتي راسك ببينها انصح 200 كيلو، هذا اكيد مش انا ما كنت او بتحسي حالك كثير صغيره، بتحسي مثل الاولاد شو بحسوا وقت يقعدوا على الكراسي تبع الكبار. يعني في قصص كثير مهضومه الواحد في يعملها. وما بعرف اذا بعد عنا وقت في دقيقه على السريع، بعد في دقيقه لكن بدنا نشوف شوب اند ايت، يعني اخر فقره من فواياج فواياج بشوب اند ايت، بدنا نشوف وين فينا نروح نتسوق، هذا كثير مهمه، بنبرم بنشوف كذا. ببين علينا هلا بالصور انه في عده اسواق هونيك مثل كنزينغتون ستريت، كثير حلوه، في كثير تنوع، بتشوفي من كل شيء، في اكل صيني، هندي، كوري، لبناني اكيد. وهيدا الشارع فيك تشتري هذا كاندي شوب. او ماي جاد، في اكيد المولز اللي كثير مهمه خصوصا بالثلج والسقعه مثل ايتن سنتر، هيدا على البوكسينج داي، مش يعني بيعملوا بوكس، يعني سيلز دغري بعد نهار عيد الميلاد، وبتتلقطي بالشغله ما بتقعد تفتشي لها، بتكون اسعار كثير رخيصه. هيدا الايتن سنتر، وكله بكندا اكيد مجهز ضد الثلج، واحد بس مثل هون تنزلي سوسول في مدينه تحت المدينه، دونك بتطلعي من جوات الارض. نعم. وهون سانت لورنس ستريت كمان كثير معروفه، شفتي هون في مثل ورق عريش، في يعني عده انواع اكل، بتحسي التنوع الثقافي. وفي كثير شغله معروفه بتورونتو هي البيميل بيكن، بيكن بيحطوه ببان بخبزه وبياكلوه، اتس فيري تيبيكال. وهيدا الكورن شفتي لونه؟ اسمه بيتش ملون. بيتش اند كريم سويت كورن، ابريد معمول، طعمته حلوه وكثير طيبه، طعمينه يعني وتيبيكال اوف تورونتو، يعني جربت لاقيكم الاكلات الفيري تيبيكال. واكيد مثل بامريكا في كثير معروف الستريت هوت دوغ، بيكون في كيوسك للهوت دوغ تحت السقعه مثل هيدا، والجالين بيكونوا كثير معروفين وطيبين عن جد طيبين. بقى هيك هودي القصص يلي فينا نعملهم على السريع. شو جبتي معك شو جبت معي من تورونتو؟ يعني في قصص واحد مهضومه في يجي
عجيبه مثل هيدا الشوت تحط فيها شيء تا يدفي اكيد مع العالم الكندي لانه اكيد بكون كثير ساقعه، واكيد شيء خاصه بالسي ان تاور مثل هود المهضومين فيك تحركي فيهم الشاي او هيدا شكله سي ان تاور على صغير مهضوم اتس اول تيبيكال سي ان هيدا رمزهم وفخرهم بتورونتو. وقبل ما اخلص تينا بس بدي يعني سلم على كل الاقارب والاصحاب اللي بكندا وبتورونتو بالاخص، كمان خلوني انا اكتشف هودي المناطق اللي مش كثير اشخاص بيعرفوها، وفي كثير مشاهدين لبنانيين عم بيحضرونا من كندا. ثانك يو اسا، بنشوفك جمعة الجاي بحلقه جديده من فواياج فواياج. وقفه سريعه وبرجع معكم بي ويل دان بعد الفن.